انا ساعات مثلا كتاب تعدي امتحان ولا كذا، تكلم صاحبك مثلا باش يموتيفيك، تكلم امك مثلا باش تعمل تعطيك سكر كذا، كل واحد شنو هي الحكايه نتاعو. هذا واحد يعدي امتحان كلم صاحبه باش يموتيفيه باش يشجعه على الامتحان. نسمع مع بعض. يا فودة برجولي نعدي جمع جيك زمانات وقالك برجولي حاجتي بشوية موتيفاسيون. Nobody believes in you, lost again. The light is cut off, you still looking at your dream, reviewing it every day, it say it's not over until I win. Say winner, say for the man, say for the man, say for the man. ملا موتيفاسيون. هذه موتيفاسيون. والله عجبتني يا برجل. والله والله سقراط كيفاش مات؟ شنو هذيك؟ كما يوليوس قيصر. كيف ماذا قال يوليوس قيصر قبل وفاته؟ مسكين زعمان. ماذا قال يوليوس قيصر عندما طعنوه بالخنجر؟ هاي حاضرة اخي، حاطها جنجل. بيصير الاسطورة زعبار. يلا سفيان سمعنا. والله انا بعد الفيديو اللي عملوا تافة هذايا ما نجم نجاوبه كان بالفيديو هذايا. يلا نسمع. انا فعلا تعبت واستسلم خلاص، ما عاد فيني على نقاشات سخيفة وجدالات عقيمة، ما عاد فيني على ناس ما بتناقش لتفهم. يا اخي انت صح أنا غلط، خلصنا. أنت الأفهم والأعلم وأنت اللي بتعرف كل شيء أساساً. إذا أنت بكل شيء صح فلا شو عم بتعذبنا معك، وليش توجع راسنا وراسك؟ أنت أبو الصح من راسك لساسك، ويا ريت المشكلة هيك وبس. بدهم إياك كمان تمشي على واهم، يا أما بتصير من أعدائهم، والحل مع هيك ناس أنك تقطع لهم كرت وتنسخهم من حياتك، نسخ قطع بل. سفيان أول مرة تحكي بالتشاؤم هذا، شبيك سفيان؟ خليني وحده، شنو تحب تقول سفيان؟ شنو اللي واجهك؟ والله تعبت. هل كانت الردمة سعدي ترتاح؟ مش لا أنا تعبت، مش أنا كيترد تعبت، لو من على قد ما نلقي له حلول يتسكر. أنا تحفر له أنا تقول يخرج الورد ما يخرجش، تحفر لنا انا تقول تو يولي شيء، تقول له يمشي هكا شيء يمشي. تعبت بالحق. لا يتعب خلي عمل شو ما تحفر هذا تحفر ميؤوسه. لا مش ميؤوسه. اين عملوها عقوبه كل جمعه اخي بواحد فينا نقعدوه في بلاصه سفيان؟ اخي بواحد دونك سانس اللي ما عجبنيش نعاقبوه يولي يقعد بجنب وليد وسعدي. علاش ليه؟ بلا خليه تفقد الكليبر بتاع الحصة. صحيح. بالميزان. لازم يخزر لكم الميزان. يلا وليد اعطينا الفيديو. الفيديو بتاعنا سيدي، وقت الواحد يا سيدي وفي يتمنى أمنية. اي. نورمالمون تكون معقولة. معناها ما هي أمنية؟ ما تنجمش أنا تو نتمنى أمنية فوق طاقتي وحاجة ما نجمهاش. نسمعوا السيد شحاب يتمنى. شو عندك أمنية؟ بسرعة. أموت أنا سادي. تموت أنت ساجد؟ يا الله. طب أنت يا راضي أخوي بتصلي؟ لا. سمعته المرة السادسة بالحق ديما لاباس. عطيت هذه والله لازم، والله لا في بالي نعرف 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 نعرف. وهذه قوتك، لازم نرجع للحلقات الاخرى باش تشوف يا سينو. هذه وقت اكثر شيء من الهم هذا. لا لا قلت لي انا غايب. والله قلت لي انا انت راك ضرب 9 شهور غايب، شنو نعملوا لك؟ ما نستنى باش نعاودوا لك برشا. نعاودوا لك 9 شهور كل الفيديوهات نقولوا لك ما تختارش بينهم واحد. فوالا يلا نور سمعنا. الفيديو نتاعي على المخاوف، قبل ما نعديه خلينا نسالكم شنو هي مخاوفكم كل واحد؟ ان الواحد يعدي حياته يخدم معاه يدم. مخاوف انه عم سعد. جاي سعد يقعد معايا. سفيان مش مخاوف، انا سوي تري مخاوف مني شنو؟ الحمد لله هاك تشوف طاقه ايجابيه على يميني، فهمني؟ البخت قدامي. ما عندكش فوبي في حياتك؟ ما عندكش حاجه تخاف من خنفوس مثلا، من الارنب؟ لا مخاوف معناها حاجات نجم تصير لك، مش فوبيا. وضحي اكثر نورس، ما فهمتش. حاجه خايف منها انها تصير لك، معناها خاف منها العودة إلى الفقر. والله وليد ممكن مخاوفي، ممكن أنا في النيفو متاعي يطلع معناها نخاف نفقد كل شيء. خاف على مخي والله، نخاف نهار نبعد عليه من يذيع الكليبر.
الكليبري دي يعني علينا لا علي هو ليه مش انتوما مش ما تخافش بعد ليه على سفيان ووليد الكليبري دي فهمتني نخاف نحل تليفوني في الويكان انت حاجه غريبه في بالكم كي تخافوا من حاجه معناها تجلبوها ليكم خلينا نسمع وتصير خلينا نسمع وبتفهم فخره وجهك فخره لا تخاف من المرض لا تخاف من الفقر لانه اذا خفت منهم سوف ياتوا لك فعليا لانه انت بكل بساطه بخوفك من الامر هذا سوف ترسل له ترددات ترتبط مع تردداته ويحدث لك وهذا مثل معروف من يخاف من الشيء يظهر له في حياته والاهم حياتك القادمه هي قناعاتك وهذا ما قاله رب العالمين انا عند حسن ظن عبدي بي فإذا أنت شايف حياتك ثروة ونجاح سوف تكون كذلك وإذا شايفها فقر وخوف أكيد سوف تبقى على ما هو لأنه أنت أساسا حياتك وأنت شخصيا هناك ترددات ترسلها إذا كانت تردداتك منخفضة أساسها الحزن والخوف سوف تبقى أنت وتجذب لك هذه الترددات فبالتالي كل شخص ناجح في هذه الحياة يعلم أن هناك شيء اسمه قوة العقل الباطن ما تبرمج عقلك الباطن عليه وتقتنع أن الخير آتي أنا متفائل أنا متوكل على الله أنا متأكد أن الخير قادم وتعيش هذه الحالة فعليا في دماغك فعليا سوف تحصل فهمت ولا قالتك الباطن يعني هذا نوع من الناس اللي يمنوا به وأنا نمن أنه تحايل مش علم هذا مع كل واحد يمن به هو عقله الباطن عاي عاي تنشد في عقل الباطن خير روحي ملياردير ما أنا نتصور هو رو بحسن الظن بالله أسهل يعني كان قال الحسن الظن بالله أسهل تحسن الظن بربي معناه هو صحيح الظن به زاد يعطيك على واضح حقنا الفيديو متاعي في ثلاثة ذوما نورت حسب رأيك في سفيان وليد السعدي شكون فيهم اللي كان يلقى بنات يعني يعرضوها كونفا بنات ولا راح ابني مزيانه ينسى اصحابه ينسى الاولاد اللي معاه الجمله بيان سور وليد بحق بيان سور بيان سور بطبيعتك معناها اصحابك من غير بنات من غير بنات معناها نسيهم وتعمل فيه علاش بيان سور انا كوكوفا باش نلقى كوفا كيفاش ننساهم نسمعوا خرجه نسمعوا خرجه خرجه بتاع وليد وسفيان فهمي ولا وعرضهم برشا بنات وسفيان معاهم هاي الما هاي علي هاي نيفين هاي مواري هاي هاي هيفا هلو هاي سنا هاي سلامتي وانا ما بطلش هاي ليه؟ ما بطلش هاي ليه؟ ما قالولوش هاي اليوم ما قالولوش هاي تعدي قدام وسمعهم ايه رايك في البنات نفوس قبول ذي سبحان الله لا وليد ما ينساش اصحابه على خاطر الطفله ينسى كلام هذا كلام ينسى اصحابه من غير سبب اي هذا كلام والله صارت لي مره نخدم في مسلسل والله بالله حاجه قديمه حاجه قديمه اثار بعد الغضب انه وقتها ميني بيس صغيره استفادتك من الاخر هابطين معايا ثلاثة ممثلات وأنا في الوسط أنا وهابطين هكا مع بعض وعرضنا لاسيستون بونجور بونجور بس لولا نقزني ني بس لقطه وبس حتى صباح الخير ما قال ليش عمل القفزة لولا دي يا ودي مش قلت لك ما شفتنيش أو سمحني السوس سمحني قصة من بالليل علي شعرك طويل وقتها ولا شعرك مش طويل وقتها شو مش طويل شعرك نمشي للريكاب يا نورس ما معنى انت طفله في وسطنا اي قل انت كي لاحظت وليد ولا باش تقول سعدي ولا سفيان في كواليس الحصه ماك تحضر وتشوف شكون اللي يبدا يبتبت يلوج يشوف غيره وش عمل ينقز يرمي روحه معناتها مش مركز في الحصه يبدا هكا يشوف على البرامج الاخرى يشوف الناس الاخرى يكلم تليفونات ليه برشا بالعباد ينجم تمومو ينقز سعدي يا رحم فمك الوحيد اللي جرى ديو بكري كان جيتوا انتم راك بزيت كيف انتم تجيو خير الوقت صحيح يا رحم فمك شو قاعدين تعملوا اصلا سمحني. الله يفضلك جي ثمانية تروح السبعة ونص ولا ثمانية شو قاعد تعمل ثمانية بتاع الصباح الفم اللي مشي انت بعد مثلا ليك كروني كور مثلا في الرسمات جو بوانت ليك كروني كور في مع جعفر ليك مع معز وحس وانت عاد مسجل السياري مسجل بوانتي بوانتي وقاعد من جيل المؤسسة اللي انا نخدم فيها يا بوانتي يا بوانتي راه مش كيفنا خاطر هو يخلص قبلنا برشا ما راح يخلصش باش نعطيكم الترتيب المرة هذه في المرتبة الأولى شكون؟ بلال في المرتبة الثانية والمفاجأة الكبرى سعدي ايوه في المرتبة الثالثة سفيان وفي المرتبة الرابعة ولي الحمد لله ولا حاجة خايبة هذه مدام سعدي في جرتي شكون أكثر شخص كذا وكذا أكثر شخص شنو يا سفيان؟ شكون
أكثر شخص السعدي بقى السعدي متصدر يا ولدي في ولدي يا ولدي أنت في المرتبة الأولى في بالي ما كنت بعد هذيك المصيبة هذيك المرتبة في السعدي أكثر من خمو في حلال كجيت الرابعة مش مشكلة شنية أكثر وليد أكثر شخص شنوة أكثر شخص خسر لي هو في خاطر عند الثاني مراه مش غير مش عادية العلاقة مش عادية صحيح ثاني وراه وراه بليل امشي أكثر شخص أكثر شخص ربما رجلة رجلة تتكسر كيف ده الثاني لا لا مش أنسى رجلة. وليدة أنسى بليل وقول امشي أكثر شخص مشحاح مثلا بليل مشحاح بليل أكثر شخص بليل سعدي سفيان وليد سعدي بعدي نجم تكون حاجة إنه سعدي مشترك فيها أكثر شخص يعاون مرته في الدار مثلا ريتا برافو سفيان أكثر شخص شنو ما أكثر شخص يكبش في الحديث مثلا سعد براغماتي ما معنى براغماتي وليد براغماتي معناها مغروم برشا بالماكلة صحيح أكثر شخص فوضى يمكن أكثر شخص قلبه كاسح قلبه كاسح علاش بليل الأول أنا عندي كمانجة في قلبي قلبك رهيف أنت رهيف وعلك فوي هش علاش بليل الأول بليل خاطر حتى كان يحس حاجة محبش يظهرها خرش التالي يضرب طول يضرب طول سعدي شنوة هنا قلبي كاسح نورس قلبه ميت سعدي على خاطر كيف كيف ما تحس مش ما تحسش ما تحبش تظهر معناتها واضح علاش سفيان الثالث مشاعر وأحاسيس سفيان قلبه كاسح ولا لا سفيان حنين هكا وقلبه رهيف الحقيقه ما يبكي يبكي اي نسيتي صغير نمشي مع وهذا شنو هذا هذا الاخراني هذا رهيف هذا قلب رهيف لا ما عندوش قلب خليني خليني على الاقل عندي شويه قلب رهيف بكي بكي وليد بكي عندك قلب رهيف جمعته قريبه ضعيف ضعيف يبكي عنده علاقة بضعف الشخصية ضعيف في القلب فهمت مش معناه ضعيف في القلب ما نحاول نتفلسفوا شوية عملت تخطيط ولا بأس نو ضعيف في القلب ولا بأس معناه حتى في المرض بالرابعة خايف حتى خايف عليه قلبه يصير قلبه ناجة ناجة برا ناجة قتله ما عندك شيء ناجة هي تقصد معناها ما قلبك رهيف يعني دمعتك على خدك ماكش قوي معناها ماكش صلب علاش تقولي ماكش قوي بعدها قولي رهيف بس ستة بيبي يعني مشاعرك مشاعرك مش قوية يعني انت عايط على الكنوف مثلا انت بتقولي تبكي تبكي فهمت فازة عبير عبير بحذاك معناها ايا وليد عنا بيب ما يبقى يدفل يمشي بيب امشي كيف تحب انونسي انت امشي بيب فازل ولا انا شعيب